صاحب فكرة المعرض دي، حابة أسألك بقى عن جات لك الفكرة إزاي وليه وعملت إيه بالظبط؟ هي الفكرة جت رد عن الإساءة للرسول اللي اتعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن دايما الدين الإسلامي كان بيبقى في الفترة الأخيرة بالذات كان يتوجه لبعض الإساءات برضو، حتى في دور الدراما برضو في الفن، فإحنا حبينا نوضح السيرة الذاتية وجمال الدين الإسلامي. اوكي، اخدت وقت قد ايه عشان تنفذ الفكره والله دي؟ والله الوقت احتاج فتره كبيره، لان اصلا ان الفنان اصعب مرحله عنده ان هو يقدر يعبر من خلال فكره بفنه، فاخد حوالي بتاع 6 شهور، غير التصريحات وغير ان انا كنت بخلص ورق كتير. الفنانين كلهم تعبوا معايا بصراحه. طيب يعني كان في مثلا كم لوحه موجوده في المعرض وكم فنان شارك فيهم؟ والله كان في بالظبط لوحه تصوير، كان في اكتر من 63 لوحه، وبالنسبة للأعمال التانية كان في جميع الفنون، كان في نحت، كان في خزف، كان في حتى لنا زميل اسمه أحمد الفاعي كان عامل ماكت للكوتشينا، كان في أزياء برضو نفس النظام كانت موجودة عن الزي الإسلامي، كان في كل الفنون كانت موجودة، حتى كان معانا مصممين ملابس عاملة ديزاين كامل عن الملابس الإسلامية زمان ده غير المعاصر بمراحل التطوير. هو واخد الشكل كله يعني. تمام. طيب فاطمه كلمينا بقى انت عن مشاركتك في المعرض ده. هو انا دخلت بلوحه عن فيها غزو، اصلا عن غزو بني قينقاع اللي هي كان فيها اساءه من اليهود لامراه مسلمه. فحاولت ارسم الاحداث كلها ورا بعضها، يعني ازاي اتعرضت لمراه مسلمه في سوق كله يهود تعدي يعني، وان الاسلام هو بيدافع عنها، ففي ساعتها اصلا مسلم دافع عنها فتوفى او قتلوه يعني. بس فحاولت ابينها على نفس الديزاين بتاع القديم اللي هو العصر الجاهليه، وان تكون الالوان والدرجات الالوان كلها قريبه من القديم اللي هي فيها بهتان عشان تديك ان هي حاجه عتيقه يعني. بس فكان دي اصعب حاجه اصلا احنا نعملها، ان الفنان ينقل صوره هو ما عاشهاش، وفي نفس الوقت احنا خايفين ندخل في نقطة الحرمانية، فالموضوع كان صعب ان انت تقدري توازي ما بين الاثنين. لو انا حاجة مش شايفاها في نفس الوقت حاجة انا خايفة اقع فيها ان انا اصور حاجة مش موجودة. بس فكان هي الفكرة كلها في كده. تمام. محمد كلمني، هل كان في حضور قوي في المعرض وكان ايه ابرز ردود الافعال؟ والله الحضور انعظت نفسي، ما فيش حد فينا توقع نسبة الحضور دي، كان نسبة الحضور كانت كبيره جدا، ردود الافعال كانت ايجابيه بشكل كبير، ما كنتش متوقع ان المعرض يسمع بره مصر اكتر ما يسمع في مصر كمان. طب ايه كان ايه ابرز مثلا رد فعل؟ يعني ايه في اكيد ممكن يكون في رد فعل جالك مثلا، عارف انت في رد فعل ممكن تاخده من شخص او من جهه معينه. نقيبة الفنون التشكيليين دكتوره صفاء، دكتور مراد درويش، دكتور طالب وباشي، رموز كانت بالنسبه لنا ان احنا نسمع منهم كلام جميل جدا بالنسبه للمعرض، ده حاجه مفرحنا كلنا. حتى الفنانين مش كلنا دارسين، حتى الفنانين اللي ما شاركوش نفس النظام كان ردودهم كانت جميله جدا، فده فرحنا كلنا. اكيد. طب هل كان في مخاوف من فكره ان انا بناقش السيره النبويه؟ هل احتجتوا للتصاريح من جهات دينيه ولا لا؟ هو اللي ما كانش فيه مخاوف اكتر من ان احنا كانت المخاوف ان احنا ممكن من يعني النجاح يكون عادي زي اي حاجه عاديه. ما توقعناش النجاح الكبير ده. التصريح انا اتجهت لمشيخة الازهر، رحت مشيخة الازهر، حوالين المجمع البحوث الاسلاميه، رحت مجمع البحوث الاسلاميه تشكل لجنه وعرضت عليها كل الاعمال، في منها اللي اتقبل اللي تم عرضه، وفي منها اترفض ان هو يتعرض. طيب فاخدت الجانب الديني، لان دايما ان الدين لهم اهل الدين، الفن ملوش دعوه بحاجه زي دي ان هو يحكم حلال او حرام. بالظبط.